عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب اتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة حبايب قلبي. هنعمل مع بعض النهارده البسبوسة بناء على طلب حد طلب مني في الكومنتات الفيديو اللي عدى او اللي قبليه. في الكومنت قال لي عايز طريقة البسبوسة. بتأسف لك جدا على التأخير، أسفة جدا. إن شاء الله النهارده هتبقي أستاذة بعد الفيديو دوت في طريقة البسبوسة وتحدي المحلات التحفة الكبيرة اللي بتروحي تجيبيها الغالية جدا. بالفيديو دوت بعد الفيديو دوت هتبقي أستاذة في البسبوسة، وهقول لك كمان شوية تكات كده على طريقة رنوش، وكمان إزاي البسبوسة تبقى الطرية معاكي جدا وفيها طراوة كده، وإزاي كمان تحطي إيه علشان ما تنشفش منك في التلاجة. يلا بينا حبيبتي، تابعي الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. صلي على الرسول معانا وبسم الله. ما تنسينيش بكومنت حلو ولايك، ولو انتي مش مشتركه معايا تاج على راسي تبقي من العيله بتاعتي، وتعملي سبسكرايب للقناه عشان تنضمي لعيله رنوش. وبالفعل لو انتي مشتركه تنسينيش باللايك الحلو، كومنت حلو، دعموني باللايك اقل حاجه، يعني اقل حاجه هي اللايك اللي بترفع المحتوى بتاعي من الفيديو بتاعي. يا ريت تدعميني بلايك لو الفيديو عجبك. يلا بينا نشوف البسبوسه التحفه اللي هنعملها النهارده. يلا بينا حبايب قلبي، سمي بسم الله ويلا بينا. يلا بقى حبيبه قلبي كده نبدا بسم الله. نقول المقادير بتاعتنا 3 مكيالات من المكيال ده كده، سميت عادي ساده معلوش اي اضافات، اللي هو السايب العادي الناعم. معايا كمان فول سوداني للتزيين، ومعايا كوبايه لبن وكوبايه لربع سكر، نص كوبايه سمنه سايحه، وكمان فانيليا وليمون وجوز هند للبسبوسه نفسها. هنا اول حاجه كده هنعمل الشربات. حطينا ايه الشربات؟ كوبايه ونص سكر قصادهم كوبايه ونص ميه. الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف مش تقيل، تمام. قلبي بقى كده حبيبتي لحد ما السكر يدوب خالص، قلبي قلبي لحد السكر ما يدوب على البارد. كل ده على البارد، ما حطيش لسه على البوتاجاز، كل ده على البارد. قلبي على البارد كده، وانزلي بعصرة الليمونة بتاعتك في وقتها على البارد برضو. خطوة مهمة جدا انت تنزلي بخطوة بالليمونة وهو على البارد، علشان انا مش عايزة السكر بتاعي يكرمل او يسكر منك او يتقل. انا عايزاه يبقى خفيف، مش عايزاه يبقى تقيل. عصرت كده الليمونة وهرفعه على النار دلوقتي حالا. طبعا الفانيليا هحطها في الاخر مع معلقه السمنه. انا بقى كنت بقول لكم هنا انا قست كده المكيال دوت خدت مني 3 اكواب دقيق سميد من المكيال دوت. هنا بقى حطينا كده كوبايه اللبن كوبايه ربع سكر، وهتفضلي تقلبي تقلبي وترفعيها على نار هاديه لحد ده ما يلف معاكي. هنا بقى معلقه العسل الكلوكوز دوت، دي بديل الشربات التقيل. عايز اقول لكم معلقه الشربات التقيل او معلقه عسل الكلوكوز دي بتدي طعم للبسبوسه. على فكره دي اصلا بسبوسه بتاعت بره اللي هي الجاهزه، التكات دي يعني بتاعت المحلات. بجد بجد هتبقي استاذه فيها كده. بقى كنت دفيت كده اللبن بتاعي والسكر والكلوكوز وكل المكونات بتاعت ساحت. همسك بقى دلوقتي اول حاجه همسك السمنه كده واحطها على سميد الدقيق السايب اللي هو من غير اطافات، وافرك كده بصوابعي، افرك ما تعجنيش ما تعجنيش، افركي بصوابعك، افركي كده كويس جدا بصوابعك وعلى الهادي كده وبالراحه علشان ما تلمش منك وتعمل معاك عرق. وانت بتيجي تقطعيها هتلاقيها كده ناشفه كده وتعمل معاك عرق. ده سبب اللي انت بتقعدي تعجني وتلتي في البسبوسه. البسبوسه يا جماعه حاجه رقيقه جدا، ما ينفعش انت تعجني فيها. طبعا دلوقتي بقت عامله معايا زي الرمله كده، هنزل بقى بجوز الهند وبرده ادمج يا دوبك بس كده ايه، اقلب المكونات في بعضها، انا ما بعجنش، تمام. وانزلي باللبن والسكر ومعلقه العسل والجلوكوز او معلقه الشربات، معلقه الشربات التقيله اللي هي بتاعت بلح الشام او الزلابيا، الشربات التقيل جدا. فطبعا انا استخدمتها البديل بتاعها معلقه عسل الجلوكوز، تمام، اللي كان متوفر عندي. انت لو عندك شربات تقيل اوكي مفيش مشكله، حطي معلقه زي العسل الجلوكوز بالظبط. هنا بقى كده كنت هادين سوري قلبت كويس جدا وما عجنتش، انا ما عجنتش. هنا بقى الشربات بتاعي كده كان خلاص غلي واداني النتيجه اللي انا عايزاها. بقى كده ايه، نزلت بكيس فانيليا وكمان معلقه سمنه. الله على الريحه، الله الريحه تحفه تحفه، والطعم فعلا كان حكايه، فعلا فعلا تحفه. هنا بقى في غلطه ناس كتيره بتغلطها، هنا ادهني سمنه. دي صينيه مقاس 28، هندهنها سمنه كويس جدا ونبطنها كويس جدا بالسمنه. الغلطه اللي الناس بتغلطها بتحطي فيها طحينه. انت هتعملي بسبوسه بالطحينه؟ طبعا غلط جدا انت تحطي طحينه، ان طبعا البسبوسه بتاعتك هتبقى بالطحينه.
وانزلي حبيبه قلبي بالخليط. بصي ده خليط البسبوسه الصح. بلي بقى ايدك دلوقتي ميه وافردي بايدك، دي خطوه مهمه جدا بتاعت الشفات. الناس المحلات اللي بره بجد بجد هتبقي استاذه فيها. واظبطي كده بايدك وايدك تكون فيها ميه، واخبطيها خبطتين كده على الرخامه محترمين كده علشان تطلعي فيها تخرجي منها الهواء كويس جدا. ويلا بقى هنزوقها دلوقتي التزويقه بتاعتنا، هنحط عليها الفول السوداني بتاعنا. عندك بندق، عندك لوز، جوز، اللي انت عايزاه حطيه. انا متاح عندي الفول السوداني. وطبعا اول ما تبداي في الشربات بتاعك تكوني مشغله الفرن قبلها بربع ساعه. يعني انا اول ما بدات في الوصفه معاكم الفيديو شغلت الفرن على ربع قبلها بربع ساعه درجه حراره 200، وبعد كده رف اوسط وتولعي الشوايه حاجات بسيطه. بصوا انا مخليها يعني لونها حلو، ولا محروقه ولا اي حاجه، لونها كده ايه كده ايه جميل جدا. طبعا اتشربت معايا البسبوسه وجميله جدا اهي. طبعا بتحكي عن نفسها وعن شكلها، الله اكبر، جميله جدا وطعمها بقى حكايه. عايزه بقى اقول لكم ملحوظه مهمه جدا، انا ليه استخدمت اللبن في وصفتي؟ اولا اللبن بيدي طراوه للبسبوسه بتاعتي حلوه جدا. الزبادي برده حلوه بس بصراحه بتنشف لي الاحرف وبتنشف لي البسبوسه بتاعتي. يلا حبيبه قلبي لو الفيديو عجبك ادعميني بلايك، وما تنسيش اشتركي في القناه. ويلا باي باي.